السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأصل المصري. حلقتنا النهاردة حلقة متميزة جدا وفريدة من نوعها، لأن إحنا هنتكلم فيها عن الرسم. وفي مقولة بتقول الرسم هو تجسيد للجمال والمسرح هو تجسيد للأفكار، وهما معا أشد الوسائل فاعلية في التثقيف والتنوير. إحنا النهاردة هنتكلم عن الجزء اللي يخص الجمال، وهينورنا النهاردة في الاستوديو الفنان اللي انا فعلا اعتز واتشرف بيه ان هو نورنا النهارده في الاستوديو وفي البرنامج الاصل المصري وقناه الصحه وجمال. اهلا معانا دلوقتي الاستاذ والمهندس الدكتور محمد نور. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك. اخبارك؟ اتشرفت بيك واتشرفت بالقناه الجميله، وكانت حاجه جميله جدا ان انا اتعرف عليك وعلى بقيه الناس يعني وكده. تمام يا فندم، ان شاء الله في الفقره الثانيه هكون معانا زميلتي استاذه جيهان علي، هكمل معاكم الفقره الثانيه مع ضيفي العزيز طبعا. تمام. نحب نروح بقى طبعا يعني اول سؤال معانا، ايه هي المعلومات اللي ننمي بها مهارات الطفل في الرسم؟ بالنسبه لمهارات الطفل، كل الاطفال عامه بيبقوا عندهم موهبه الرسم في البدايه، وبيحبوا ان هم يثبتوا نفسهم في الرسم، فلازم يبقى في تشجيع من الام والاب من ناحيه طفلهم، فبيبقى في حاجات ادوات بسيطه لازم الطفل يتعلمها، زي الاوت لاين بالنسبه للمجسم، الكرتون، الحاجات البسيطه دي، العصفوره، ازاي في الاول خالص لو اقل من سن 5 سنين بيبتدوا معاه بالنسبه ان هم يجيبوا المجسمات او الاشكال ويبداوا يلونوها، يعني الصور تبقى جاهزه ويفضلوا يلونوا على الايه الحاجه، الصوره تكون يعني باينه بالنسبه لهم. تمام. اما بالنسبه للسن الاكبر من كده بيبقى لازم يعودوا ايديهم ان هم يرسموا ازاي شكل العصفوره، شكل الحمامه، يعملوها بالخطوط، يدربوهم باشكال مثلا هندسيه، وبعد كده تتحول الشكل الهندسي ده لايه؟ لحاجه فيها ظل ونور، فيبان ان هو شكله احلى. فانا بالنسبه لي مع الاطفال انا حبيت ان انا ابتدي معاهم في ان انا اعمل لهم، وكمان كل الاطفال طبعا بتحب الرسم جدا وتحب الشخبطه. تمام. في الشخبطه بالنسبه لهم يعني بسهل عليهم عمليه المجسمات، يعني اعمل لهم تفاحيه، اعمل لهم شكل عين، حاجات بسيطه كده ان هم ازاي يتدربوا عليها ويعملوها بالفحم اللي معايا ده، فحم بودر يعني هندي جايبه من بره، ده غير الالوان الميه غير الالوان الميه والاكليريك ده في انواع كتير من الرسم بقى تنفع نستخدمها. احنا ممكن مع الاطفال نستخدم الفلوماستر ونستخدم الفحم، بس خلي بالنا في الفحم ده فوق ال10 سنين عشان ما يحطوش ايديهم في بقهم او الكلام ده. الفحم ده هو ده اللي انا بشتغل بيه في اغلبيه شغلي. طيب ايه السؤال اللي معانا هنا تستخدم فيها الفحم؟ يعني الفحم. كل الشغل ده دخلت فيه الفحم، يعني حتى الالوان بدخل فيه الفحم ده. الفحم البودر الهندي بتاعي ده الغوامق بتاعته بتبقى قويه جدا وبيطلع المجسم قوي، يعني مثلا صوره مورجان فريمان كان داخل فيها رصاص وفحم وإلام وباستيل، ده كل ده ادوات بطلع فيها الشكل الفحم بتاعي اللي بيخدمني. فعلشان اخلي الطفل يتعلمه ده موجود على القناه بتاعتي على اليوتيوب محمد نور الرسام، هتلاقي فيه تعليم ازاي الاطفال يرسموا شكل التفاحه، شكل عين، الحاجات ديت بيمارسوها وبيبقوا حاجه حلوه ليهم. تمام. يعني برضو الفحم برضو الاطفال بتعمل بس من فوق ال10 سنين. فوق ال10 سنين. طب تحت ال10 سنين بتبقى حاجات بسيطه كده. تمام. طب ايه هي انواع الرسم اللي بتقدمه في الجاليري المعرض عند حضرتك؟ الادوات يعني ولا الادوات وانواع الرسم؟ يعني الرسم الادوات بالنسبه لي انا عندي ادوات الفحم والرصاص والالوان الباستل والوان الاكليريك والوان زيت، بيترسم على خامات كتيرة جدا، في الورق، في يعني النصبيان، في الكرتون، في على الحرير، وفي على الجلد، في على ورق بردي، في على على الحرير، زيت برضه على الحرير، في على الخشب ببين جذوع الخشب فيها. كل دخلت كمان النظام الجديد اللي هو الديجيتال، دخلت انواع من انواع الديجيتال دي دخلتها في البورتريهات وان انا بطلع منها مثلا شكل مجرمين، بعمل لوجوهات، فهي مجال مفتوح جدا في مجال الرسم، يعني في ناس بيطلبوا مني مشاريع اعمل مثلا شكل مشروع لطلبه هيقدموها مثلا للكليات، الكلام من ده بيبقوا واقفين مثلا في حاجه معينه، في حاجات معينه انت بتسالها له. يعني مثلا حاجات بتنفع الناس معماريين مهندسين
في المعمار عايزين يعملوا منظور. انا عشان وبرضه دارس الرسم بيدخل في الـ في الـ في الرسم بتاع مثلا لو هيبني برج عماره بيبقى الرسم برضه ليه دقه. طبعا انا درست معهد فنون مسرحيه ديكور واتخرجت الحمد لله، ودرست فنون جميله وتربيه فنيه دراسات حره. كل الحاجات دي اكتسبتني مهاره ازاي اعمل منظور، ازاي اجسم شخصيه قدامي، ازاي اعمل مبنى واحط الشخصيات بتكوين مظبوط يناسب اي حد. اي حد كده. تمام. طيب الناس اللي بتحب تلتحق بكليه فنون جميله ومش فنون جميله وتربيه، نقدر نقدم لهم ورشه تعليم عند حضرتك؟ بص، هو ورشه التعليم عندي يعني بتبقى فيها كذا نظام، يعني في سن اقل من العشر سنين، في سن اللي بعد العشر سنين، فده بقى لغايه ال 20 سنه. الفتره دي بيبقوا الطلبه عايزين يخشوا يلتحقوا في كليه فنون جميله، فبيبقى بالنسبه لهم واقفين على حاجات معينه ناقصاهم، الضل والنور، ازاي يرسموا تكوين، ازاي يعملوا له، ازاي يستخدموا الالوان اللي هم ممكن يطلبوها زي الجواش وزي الخامات الاكليريك او الكلام ده. فالحاجات التصميم والحاجات دي انا بعرف النقط اللي هم بيحتاجوها في الامتحانات، يعني في الامتحانات. فانا بالنسبه لي بديهم الاساسيات، الرسم، ازاي تعمل اوت لاين 100% مظبوط مع ظل ونور 100% مظبوط، فبتقدم الشغل بتاعك فبيبقى مقبول بالنسبه للدكاتره. تمام. طب نقدر ندمج صور حد مثلا لو حد عنده شخص متوفي عايز عليه، نقدر ندمج له الصوره بتاعته مع صور حد موجود حي؟ نقدر الدمج. بص، هو احنا داخلين طبعا على عيد الحب. طبعا. واغلبيه الناس بيبقوا حد بيحبه، ابوه، والده، حد متوفي ليه، حد مثلا والدته، في ناس بتحب تهدي مثلا خطيبته حاجه حلوه مثلا يعملها لها مفاجاه. فالحاجات دي اغلبيه الناس. طب معانا صوره هنا للدمج برضو مع حد يعني من المعروضات؟ لا لا، هي موجوده انا على الصور اللي موجوده على القناه وكده. هتتعرض معانا دلوقتي؟ ان شاء الله. تمام. طيب برضو يعني عرفنا ان حضرتك تقدر تطلع لحد من كاميرات مراقبه حتى لو شكله مش ظاهر او عن طريق الوصف، فدي يعني موهبه يعني بجد ما شاء الله اكبر على حضرتك، يعني حاجه كويسه. بص، هو بالنسبه للكاميرات المراقبه، في يعني مثلا لقيت الموضوع الهوايه عندي كانت كبيره جدا، فناس كتيره قالت لي ايه، عايزين نرسم صوره المجرم ده، فالصوره مبكسله مش واضحه، اقول له طيب سيبها لي وانا اعملها، فاقعد احاول فيها، يوصف لي، يقول لي طول لي دقنه، لا صغر لي مراخيره، مش هو اللي بيديك المواصفات وانت بتعمل المواصفات تمشي عليها. وانا بمشي عليها، فطلع الشخصيه. فلما لقيت الموضوع عندي الموهبه دي، فبقيت ودي طبعا بيكون من اصعب فنون الرسم، مش كده برضو؟ طبعا، ان الواحد تعرف ازاي تطلع شخصيه من كاميرا مراقبه تكون مبكسله. يعني حصل في واحد خطف طفله وجابوا كاميرات المراقبه عليه، فجابوا جزء من الملامح، فانا جبت الملامح دي ووضحتها، وابو الطفله ده يعني مش عايز اقول لك قمه الحزن اللي فيه، هو بيطلب مني الصوره، لان ما فيش حد من يعني جهه امنيه او كده عرفوا يجيبوه، يعرفوا يجيبوه مثلا بالبكسله دي. طيب. فاخدتها ورسمتها ونزلت على صفحات كتيره ونزلت على السوشيال ميديا، وان هو بشكل الصوره اللي انا راسمها، وانا ما اعرفش هما توصلوا ليه لا ولا لا، بس انا كنت جايب ملامح اللي هو عطاها لك 90% 90% او اكتر من 90%. ده طبعا موهبه ما شاء الله اكبر، حاجه يعني بتبقى مش موجوده عند اي حد. كمان انا استخدمت حاجات تانية تساعدني، وده طبعا كان عمل انساني طبعا من حضرتك. طبعا. وفي حد برضو حصل قتل حد في في في, في وهو في السينما، فطبعا جابوني لغايه السينما وقالوا لي دولت الناس اللي عارفين الشخصيه. فدخلت طبعا على برنامج، خدت مواصفاتهم. طبعا خدت برنامج، وشه تخين رفيع، مراكيره عامله ازاي، حواجبه عامله ازاي، طب عينين شكلها ازاي، ركبتها بالبرامج بتاعتي، وبعد كده رحت مدخلها على الرسم اليدوي، طلعت ثلاث شخصيات على اساس ان هم يحددوا لي انهي شخصيه فيهم. وبعد كده عملت حاجه ثالثه،
اللي هو حد برضو سرق مش عارف 500,000 جنيه حاجة زي كده، وحد عايز يجيبه، فروحت راسم الشخصية دي بالديجيتال. في رسم كمان ديجيتال، ده بقى التطور اللي عليته عن الايه الرسم العادي، لان انا بقيت اجسم الشخصيه بشكل رهيب مش موجود اساسا. بتبقى معانا حاجه افضل يعني، بتبقى الرسم ديجيتال اظن ان هو اصعب. شغله مش تتصب اسهل في وتكنيكه اسهل، بس الخبره اللي فيه انك انت يعني بتدي لك احساس 100% ان الشخصيه ده الشخص. زائد في حد تاني برضو رسمت له 3 شخصيات، ناس حاولوا يثبتوه بمطوة ومش عارف ايه وستات، وهو بقى يروح من مكان لمكان لغاية ما جالي واديت له كذا شخصية وهينزلهم بعد كده، وقدر طبعا ان هو يتواصل. يعني بي بي يعني اغلبية الناس بيبقوا عايزين ملامح، انت جايب لنا حاجة ما فيش شكل ما فيش ملامح. فانا طبعا بالتخيل نص وش بعرف اجمع الوش بالكامل، يعني انت لو صورة صورتك كده نص وش، نص وش التاني يطلع، انت فاهمني ازاي؟ دول اغلبية الناس يقولك لا احنا مش عارفين ملامحه. طب في علامات في وشه بيبان في الاضاءات، دي عالية دي واطية، فطبعا في تشريح الوش بتعرف تطلعه. فالحاجات دي دراسة طبعا، انا بقالي 20 سنة برسم في مجال الرسم، فطبعا عندي التكنيك ده يعني بساعد التقنيه. التقنيه دي. طيب عايزين نعرف بقى الموهبه جات لك منين؟ يعني الموهبه بقى هو مين اللي حابب حضرتك في الرسم؟ هو انا بص، وانا صغير، وانا والدي الله يرحمه كان هو اللي دايما معايا في موضوع الرسم والشغل وباخد منه الموهبه. يعني هو الحاج طبعا تحياتنا ليه طبعا، هو اللي اعطاكي الموهبه او هو اللي ساعدك؟ ساعدني وهو اللي شجعني على الموهبه. والدتي ربنا يخليها هي اللي اديت لي حافز ان انا اروح يعني فنون جميله وتربيه فنيه، وقالت يعني لي لازم تروح. يعني كان في اصرار من الاهل وده حاجه جميله جدا. هو ده اللي خلاني فعلا، ان ده اللي حافز ان انا اروح فنون جميله وتربيه فنيه وانا بدرس في كليه التجاره. يعني كليه التجاره انت بتدرس بتكمل النصيب بتاعك، الحاجه اللي ربنا اختارها، النصيب اللي ربنا اداهولك كليه التجاره. وانا في كليه التجاره كنت في اللجنه الفنيه، كنت بعمل معارض وبطلع على مراكز برضو على كليات عين شمس، وانا في وقتها كنت بدرس في فنون جميله وتربيه فنيه دراسات حره. وبعديها رحت راسم بره الكليه، بقيت قاعد على ستاند كده في الشارع، الناس تقول لي الصوره بكام؟ اقول لهم ب 25 جنيه. فانا بداتها من تحت خالص، يعني كنت برسم في مدرسه، قعدت شهر ارسم وفي الاخر خدت 300 جنيه. يعني كان برضو كان مشروع ربح وانت حاجه حاببها. انا برسم مجرد ان انا رسمت حاجه حلوه وطلعت كويسه، انا بالنسبه لي ده اللي يهمني. بس مقابلها ايه؟ انا ما كنتش بدور على مقابل، انا طول حياتي وانا برسم مجرد حبي ليها. مع الوقت والاستمرار في الشغل خلاص حبيتها وقلت انا هاخدها هوايه. انا بقيت مهندس ديكور، واقدر اشتغل في ديكورات المسرح وديكورات الاستديوهات والكلام ده كله. سبت الكلام ده، انا بحب البورتريهات، رحت رايح للبورتريه للرسم. يعني انا اصحابي ممكن تلاقيهم كلهم مهندسين ديكور، انا بالنسبه لي ومحاسبين، انا رسام بورتريه. يعني انا هو ده التخصص اللي انا حابه. فبدي تعليمات يعني بدي تعليم للاطفال والناس الكبيره دلوقتي، وخليت في شباب لسه، واحد مثلا نقاش جالي وقال لي انا عايز اتعلم الرسم. اللي هو على الجدريات بقى. لا عايز يتعلم بورتريه، هو ما بيعرفش يرسم، هو فيش خالص. فقلت له تعالى انا اعلمك الرسم، انا مكاني في ميدان العباسيه تحت الكوبري جنب كشك الزهور، يعني اغلبيه الناس عارفينه. هو جالي على الكشك ده وقال لي انا محتاج اتعلم الرسم. طيب قلت له خلاص انا هقعدك في مكان وهعلمك. في خلال شهر كنت بخليه يرسم بورتريه من طفل ممكن يرسم ما بيعرفش يرسم شجره، ورقه شجره. بقى يرسم بورتريه وخده موهبه وشغل ليه، ولغايه دلوقتي شغال. العزيمه برضو يعني فوق كل شيء. تمام. طيب انت حضرتك برضو بتقدم ورشه. ورشه رسم. للكبار والاطفال. بقدم لهم حاجة يعني تكون سعرها رمزي، ما يكونش عالي جدا، على قد الشغل وعلى قد المجهود اللي أنا بقدمه.
انا بالنسبه لي الموضوع الماديات ده مش بيفرق معايا، على قد ما انا احب هتوصل رساله. اوصل الرساله والتعليم للطفل او للشخص الكبير. يعني انا ما ببصش للي انا بعلمه ده هياخد المعلومه دي هيعمل بيها ايه. انا ايام كتير علمت ناس خدت المعلومه فتحت ورشات عمل واشتغلوا وبقوا عندهم ما شاء الله فيلا معارض ودنيا، واو بقى يعرض شغله في في قدام الجنينه وقدام الحدائق والبتاع ده. موهبه جميله كل الاطفال بيحبوها وكل الناس الكبيره بتحبها. يعني هي بذره بنزرعها بالظبط ونستنى بعد كده فرحة. يعني بيبقى ناقص كل واحد تكنيك معين في الرسم، ده بيبقى مع الكورس مع مره الممارسه مع الحب بيتلاقي بيطلع بحاجه كبيره جدا. طيب. عندي طفل خد مركز اول في المسابقات الهنديه، ويعني في مسابقات برضو عالميه ودوليه حاجات، وخد شهاده وتبع حاجه وزاره الثقافه. عمل حاجات عشان بس استمر معايا شويه وصبر شويه فبقى مشهور وتعلم فيها كتير. طيب الورشه اللي حضرتك هتبداها دي هتبدا من امتى؟ انا بالنسبه لي ممكن على نص الشهر كده، يعني نص شهر فبراير ده. تمام. انا عيد ميلادي على فكره 10/2. لا كل سنه وانت طيب. لا كل سنه وانت طيب. الله يخليك. اطول الله في عمرك. الله يخليك. تمام. فهو هيبقى يوم ممكن على يوم 15 في الشهر ده. الناس اللي عايزه تحب تحجز معايا رقم التواصل بتاعي هينزل دلوقتي، رقم التواصل اللي ينزل على الشاشه معانا. تمام. تمام. طيب الرسم على الجلد. انا كنت ناوي اجيب لك رسمه عادل امام على الجلد. دي هتلاقيها عندي في الجاليري، ودي حاجه كده تكنيك قديم وبتبقى صعبه شويه بس شغلها ممتع. يعني بيبقى ليها تكنيك كده معين، لها ديزاين معين او قليل برضو اللي بيفهم الحاجات اللي زي كده. يعني الناس اللي بتبقى عايزه قاعده عربي، عايزه حاجه تكنيك قديم كده شويه زي التحف. فهي بتخش من ضمن التحف رسم على الجلد. وفي رسم على الجذوع الخشب برضو بورتريه عملته الفيروز، وناس تانية برضو حبت الرسم على جذوع الخشب. تمام. طيب الصور اللي معانا بقى عايزين بقى نعرف يعني مكوناتها، الالوان. بص، هو اللوحه اللي زي المستر بين دي كاريكاتير، دي كاريكاتير انا ناقلها الصراحه من صوره كاريكاتير برضو، فهي عجبني الالوان بتاعها وشغلها فعملناها فعملتها. الصوره اللي جنبها دي مجمع من شخصيات، من شخصيه اسمها هي مرعشلي، دي مش لبنانيه او سوريه، دي رسمتها بالرصاص ودي بالوان الباستيل. انا شايف يعني داخل فيها صور دمج كتير. دمج كتير. يعني انا حبيت يبقى مثال لحد، لو حد بيحب حد قوي بقى وعايز يعمل له كل الشغل وكل الفنيات كلها في لوحه واحده. يعني ده مثلا فيها فنيات بالرصاص بالالوان بالفحم بالبنيات بالجاف، بحاول ان انا اعمل ايديت، يعني اللي هو تغيير ملامح اكنها حاجه باربي. حاجه ابيض واسود في الوان، فكانت مجمعه تشكيلة. شويه. طيب والمعنى برضو صوره الطفله او صوره البنت. صوره الطفله خدت مني وقت، هي لوحه برضو لقيتها على النت جميله جدا، فالفيديوهات بتاعه الصور دي كلها موجوده على اليوتيوب. اليوتيوب من اول رسمتها لاخرها. يعني صوره مورجان فريمان دي خدت مني 16 ساعه، كنت تلخص في دقيقتين بس عشان تشوفها على اليوتيوب بس. 16 ساعه متواصله مش متواصله يعني على أي يومين. او اي بتري بياخد 16 ساعه ولا بيبقى فيها اقل او زياده؟ لا طبعا في صور بتاخد ساعه، في نص ساعه، في 10 دقائق. يعني في انا بنزل ايفنتات، فاي حد بيفتتح مطعم جديد، كافيه جديد، زي يعني بيرسم مثلا كاريكاتير او الكلام ده، فانا بنزل الايفنتات دي بعمل شو بس بمقابل بسيط برضو. يعني ما بحبش ان انا اتغالى في الاسعار بتاعتي، لان في ناس هتتفرج عليا وانا برسم كاريكاتير، حد في 5 دقائق خد صورتك اتفضل، اللي بعده بيجي، فبتبقى حاجه حلوه ان هم ياخدوا حاجه جميله رمزيه في الايفنت ده. يعني مثلا حاجة صغيرة زي علي ربيع، دي حاجة كده كاركتر سريع بيخلص، فدي حاجة كويسة برضه. بتبقى بتعجب ناس كتير، ففي الايفنتات دي بتبقى
يعني أغلبية الناس اللي بيبقوا عندهم شركات وعايزين بجيب كذا واحد معايا وبنروح الشركة وبنعمل دعاية حلوة، بياخدوها مثلا صور صغيرة على المكاتب أو الكلام ده، بتفرح الناس بحاجة، بتاخد أكنها شخصية منك وبتحتفظ بيها باسم لوجو الشركة، اسم لوجو المحل. دعاية برضو دي من أكثر الدعايات اللي الناس ممكن ما بتستغلهاش. تمام. اسمحوا لي طبعا أهني والدي الحاج ابراهيم على عيد ميلاده النهارده، وعمي احمد ابراهيم عشان عيد ميلاده بكره. كل سنه وانت تمام طيب. وانت طيب برضه. انا هلس باشمهندس محمد نور على عيد ميلاده برضه. هما الحلقه النهارده عيد ميلاده حلقه جميله جدا ودمها ظريف. تمام. ونتمنى برضه يعني التوفيق للنادي الاهلي، طبعا نادي القرن. طبعا. تمام. ان هو يغلب النهارده ويكسب على بايرن ميونخ، وان شاء الله نرجع بكاس العالم للانديه. واستنوني بعد الفاصل مع زميلتي استاذه جان علي، مع الباشمهندس محمد نور مهندس الديكور. فاصل، استنونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الفقره الثانيه. هكون معاكم الاعلاميه جيهان علي. هيكون معانا ومنورنا ضيفنا، رحب بيه مره ثانيه، باشمهندس الديكور والرسام محمد نور. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله. والله حضرتك احنا كنا قاعدين في الكنترول وشفنا الصور، طبعا جميله وبهرتنا جدا جدا جدا. بس يعني احب نرجع فلاش باك كده لورا شويه، ويمكن انت حضرتك قلت اللي شجعني على الرسم والوالد والوالده وكده. طب كانت عندك الرغبه اصلا ولا هم اللي شجعوك فيها؟ بصي، هو والدتي هي اللي استمرت، هي اللي على طول بتزن عليا شويه. الام دايما هي اللي بتسرع، بتحب تشجع اولادها. لازم تستمر، لازم تخش. دخلت تربيه فنيه الصراحه. طب معلش، كان من سن قد ايه حضرتك يعني شجعوك بقى؟ وانا صغير جدا، وانا صغير وانا برسم طول الوقت في الفصل. المدرس يشرح وانا ارسم، مش بيشرح انا ارسم. فلغايه ما الوالده انتبهت لحاجه زي كده. انا كنت في ابتدائي، وانا كنت بعمل لوحات متر في 70 وبحطها في الفصل. يعني ده من غير اي تعليم حد من بره، شفت حد في العيله مثلا قلت تقلده، دي حاجه كده من نفسك؟ هو حاجه من نفسي. حتى وانا في الطريق بسوق، يعني مثلا هم في الميكروباص مثلا، ابقى قاعد وراه معايا الورقه بتاعتي والقلم وارسم، وهم الناس ماشيه عادي رايحين في اي حته. ارسم، حتى بحب ارسم لايف، يعني احط حاجه قدامي وارسمها. لدرجه ان انا بالنسبه لي ادالي الاحساس طبعا ان انا لو اي حد قاعد قدامي اقدر ارسمه لايف. تقدر يعني ترسمه على طول؟ يعني تاخد الرسمه كده، يعني انا لو عايزاك مثلا ترسمني دلوقتي تاخد الرسمه قد ايه؟ بتاخد ممكن من نص ساعه في حدود النص ساعه، ولا حسب الدفوهات اللي بتبقى في وش وبيبقى فيه. هي نص ساعه لو انا عايز اعمل حاجه صوره حلوه قوي، 10 دقايق لو انا عايز اعمل شكل كاركتر، يعني ملامحك بس بشكل اقل شويه، اوت لاين يعني. لكن لو دقيقه بقى دقيقه من نص ساعه لساعه. حضرتك كنت قلت الصوره اللي هي في النص دي اخذت منك 16 ساعه. يعني دي اكيد. لا دي فيها يعني تفاصيل بتاعتها، والنمش والعلامات اللي هي موجوده، كل تون للرصاص والفحم هي اللي بتبرز الصوره بالنسبه لي. يعني دايما لما بيجي حد مثلا يطلب منك رسمه، ايه اكتر حاجه ممكن يطلبها منك؟ اكتر حاجه بتطلب هي الفحم، لان هي بتبقى حاجه جديده بالنسبه للناس. كتير جدا بيبقوا شايفين الالوان عادي زيها زي البوستر او زيها زي الموجود عندهم في البيت. شافوها كتير عند ناس كتير، ففحم ده حاجه جديده بصراحه. اما الناس اللي بتحب عايزه تقدم حاجه مختلفه، بيشوفوا مثلا صوره زي اللي فوق. الناس بتعيد الحب بقى يعني. يعني بتبقى حاجه فيها احساس، فيها لقطه جميله، فحاجه زي كده لما بتبقى موجوده بعملها. طب افتراضا لو الصوره دي مش موجوده، انا بالنسبه لي بركب الصور على بعض. يعني انا مامتي مثلا معايا الحمد لله، اروح متصور وحاطط ايدي ورسم الصوره دي. بس لو حد عنده والده او والدته مش موجوده، طب انا عايزها تكون موجوده، احط ايدين على الكتف واخليها جنبه
واعمل ظل اكنها موجوده معايا. لو اي حد مثلا مفتقد حد عزيز عليه، والده حد عزيز عليه، بتجمعهم مع بعض في صوره واحده كانهم كانوا واقفين قدامك. طبعا في مباشر في نفس الصوره. الحسن الرداد مع والدته اكيد، مع والدته ومع والده ومع اخوه المتوفي مع ايمي، فخليتهم كلهم في صوره واحده. ذكرى جميله يعني. دايما بالتأكيد. هو مهتم دلوقتي بصور والدته على السوشيال ميديا، انا متعاطف معاه بالنسبه للموضوع ده، فحبيت اعمل له حاجه مختلفه تحسسه ان كل عيلته موجوده معاه. بالتاكيد. احب استاذنك بس معانا مداخله الاستاذه نريمان حسن، لايف كوتش، رئيس مؤسسه مبادره الدعم المعنوي بدايه حياه لاسر الشهداء. هي اهداف المبادره، هي المبادره دي بقى لها 10 سنين. اهداف المبادره هي رد الجميل لاسر الشهداء، والسعي يعني اقامه حفلات وحاجات تخليهم يعني تسعدهم اكتر واكتر، وكتابه قصص كل شهيد في الجرايد والمجلات. واخيرا يمكن تم اصدار كتاب بيحمل قصص الشهداء اسمه شهداء الواجب في حرب مصر ضد الارهاب. يمكن هي دلوقتي معانا في المكالمه. اهلا بك يا استاذه نورمان. اهلا بك يا شيماء. انا معاكي النهارده والمداخلة، والله انا مبسوطه جدا. انا اتمنى ان كل الناس تحب بصر الشهداء، ده اول حاجه بنقدمها. انا بالتاكيد انا عايزه اشكرك والله على المبادره دي. علي صوتك شويه عشان بس يكون واضح. هو ده بالنسبه لاسر الشهداء، لان هم ضحوا باولادهم، يعني ضحوا باولادهم عشاننا. بالتاكيد. ان احنا نقدمها لهم، ان احنا نساعدهم باي طريقه. بالتاكيد. ويمكن معانا دلوقتي الكتاب اللي صدر ليهم. هو الشهداء الواجب الاخرانيه، اللي هو انا كنت عامله المبادره وقلت يا جماعه انا نفسي ان قصص الشهداء تكون في كتاب علشان الشباب تقراها، وعلشان ابناء الشهداء يعني يشوفوا قصص يعني ابائهم كل الناس بتقراها وبتقتدي بيها، وان هم يعني ذكرى كويسه. وكمان بنعلم ولادنا يعني ازاي الشهيد بيضحي بنفسه علشان بتأكيد. يحافظ على الارض وعلى العرض. فطبعا انا تواصلت مع المؤرخ العسكري دكتور احمد عطيه، واتبنى الفكره ووصلته باسر الشهداء، وطبعا صدر اول كتاب شامل اكتر من 15 شهيد. أيوة. منهم الشهيد شريف عمر، منهم الشهيد حسام ابو طبل. يعني منهم شهداء كتير جدا، الشهيد ساطع النعماني. انا لما الكتاب ده طلع انا فرحت جدا، وفرحه اسر الشهداء وابناء الشهداء بالكتاب كانت لا توصف يعني. وكنت اتمنى كمان ان قصص الشهداء دي، ان وزير التربيه والتعليم يعني بناشد الوزاره من عند حضرتك. أيوة. ان هم يعملوا قصص الشهداء دي في الوزاره. والله يعني معلش مقاطعه بس حضرتك استاذه نيرمان، احنا يعني الحمد لله ان في دلوقتي مسلسلات بتتعمل لقصص الشهداء، واحنا شفنا مسلسل الاختيار، وهنشوف باذن الله في رمضان القادم باذن الله الاختيار 2. فالاستجابة دي يعني أكيد هنسمع يعني يسمعوها بإذن الله، اللي هي تتحط بإذن الله في المناهج للناس اللي هم في ابتدائي وإعدادي وثانوي، بحيث اللي هم يبقوا قدوة للأجيال اللي جاية بإذن الله. فمناشدتك دي موجودة وإحنا بنأكد عليها بإذن الله. هو ده مجرد رد الجميل لاسر الشهداء، الناس ضحت بولادها عشاننا، عشان نعيش في امن وامان، علشان خاطر انت تبقي نايمه في بيتك وعايشه في امان. ضحوا بكل حاجه عشاننا، فدي اقل حاجه نقدمها لهم. هم بيحبوا دايما ان احنا نذكر ولادهم. وطبعا انا شفت الحلقه بتاعتك، ان في شاب عندك بيجمع الصور او بيرسم الصور، يا ريت يتواصل معايا ووصله باسر الشهداء، لان في ابناء اتولدوا بعد استشهاد الشهيد وكبروا، فلو هو عمل الصور دي ليه ما تبقى فرحة جميلة ليهم. يا ريت والله. أكيد إن شاء الله. يا ريت ينضم لينا يعني. أنا رسمت صورة أحمد المنسي، رسمت له حوالي 2 بورتريه، وكان البورتريه بتاعه بالخط العربي مكتوب على الخوذة نفسها اسم أحمد المنسي،
كوتيل 999 والكتيبة بتاعته، ومكتوب الشعر اللي هو ليه، اللي هو مبين قد ايه ضحى انسان بطل زي ده كده هو بحياته قصاد بلده. ممتاز جدا طبعا. فطبعا بس انا يعني كان نفسي ابعتها لكل الناس والناس كلها تشوفها. انا نزلتها على برضه على قناتي. هي صوره الكتاب اللي احنا اتكلمنا عنه لقصص الشهداء موجود معانا على الشاشه دلوقتي بيتعرض. والله انت لو شفتي فرحة الامهات والزوجات والابناء بالكتاب ده، وان هم بيوزعوا لقرايبهم وفرحانين ان الناس هتقرا حاجة تخص ولادهم. بالتأكيد، لان دول هيبقوا قدوة حسنة للجيل القادم. وانا بضم صوتي لصوتك، ويمكن انا عملت برنامج اذاعي اسمه رموز نسائية بيبرز الرموز النسائية المصرية للبنات والشباب عامة، يبقوا قدوة ليهم. ويمكن انا اليومين دول برضو بعد برنامج اذاعي بيضم قصص الشهداء اللي هم اللي احنا عارفينهم من زمان. يمكن انت خليتيني عندي الهام ان انا اكتب عن الشهداء اللي هم في العصر الحالي دلوقتي، وهتبقى سلسله بجد ان شاء الله هتنزل قريب في الاذاعه. ممتازه جدا، هتبقى حاجه ممتازه جدا. ولو تعرفي فرحه اسر الشهداء بالفكره، وانك انت تتكلمي عن ولادهم، الناس دي اتربت على قيم ومبادئ جميله جدا. الناس دي هي اللي كانت بتطلب انها تروح سينا وعارفه انها هتموت. اهم حاجه عندهم ان هم يحافظوا على الارض وعلى العرض. يقولك انا لازم احافظ على ارضي وعرضي. فلو الشباب اتعلموا من قصص الابطال دي هتفرق كتير. بالتأكيد. والجيل اللي جاي ده هيتغير. وبناشد بجد الشاب اللي عندك ده، لان بجد في ابناء شهداء اتولدوا بعد استشهاد والدهم، فياريت يتبنى معانا الفكرة وياخد الصور بتاعت الأبناء اللي ابتدوا يكبروا دلوقتي مع إن شاء يعني الله. الشهيد هتفرق كتير قوي معاهم إن شاء الله. لو شفتي دارين، عارفة دارين اللي هي كانت ماسكة في الريس وحضناه جامد جدا، دي مولودة بعد باباها ما توفى، ودلوقتي ما شاء الله عندها دلوقتي 6 سنين يعني ما شاء الله. فبجد ياريت هو ينضم كمان معانا وهتفرق معانا كتير جدا. أشكرك يا أستاذة نعمان، أشكرك ألف شكر على مداخلتك وعلى مبادرتك الجميلة دي. ودايما بنقول تحيا مصر بجيشها بشرطتها بشعبها الأصيل بشبابها اللي هم يعني هيقوموا البلد بإذن الله. متشكرة جدا يا أستاذة نعمان. نرجع تاني لكلامنا، ويمكن انا بضم صوتي لصوتها بمناسبه لحضرتك بتقوله بتضم الناس العزاز علينا بتضمهم في صوره واحده. هي فكره جميله جدا، وحاجه زي كده انا كنت يعني انا برضه بتحفز جدا مع الناس بيها اللي كده يعني في اللي هو حاول ان هو يطفي الناس اللي هو حصلت بتاعه. أيوة. القطر ورسمته وكنت عايز اديها له هديه. في اللي هو برضه محمود البنا انا رسمت له فيديو تصويري، يعني عملت فيلم هو بيقتل ده وهو بيعمل مش عارف بيحامي على البنت، وبعد كده روحه بتطلع في السماء، وبعد كده ببين اللي هو اسمه مين اللي هو ايه الظلم اللي في الحياه والكلام ده، وبحرق الورقه في الاخر. واجيب محمود البنا باغنيه بتاعت شيرين، حاجه مؤثره جدا. عملت ضجه كبيره جدا في الوقت ده. الفيديو ده كان قوي جدا. انا بصراحه بحييك على الفن الراقي اللي حضرتك بتقدمه. بهرني جدا فيديو حضرتك وريتهولي فيه بتبقى رسمه واحده. يعني هو بيبقى اصلا الرسام ده مبدع، والرسمه ذات نفسها لوحديها ابداع. فالابداع الاكتر واكتر بيبقى لما بتبقى رسمه واحده وممكن تخلق منها كذا رسمه. هي يعني في دي بقى ازاي الموضوع جه ولا ده بيبقى سر وما لا لا هو الموضوع جه ببساطه جدا، ان انا حبيت ارسم طفله واكبرها من سن 5 سنين ل10 سنين، ومن 10 سنين ل15، وبعد كده 20 سنه، وبعد كده 24 سنه. يعني انا عايزه احييك، يعني انا مبهوره بالطريقه دي، لاني انا بشوفها مع الرسامين اللي هم عالميين كده. هو ببتدي ان واحد مصري بيعمل كده بيبقى بجد. انا كنت بعمل نص وش بورتريه طفله، بخليها طفله تامله، وبعد كده بغير النص ده لغايه سن اللي هي لغايه ما بتكبر معايا، وانا برسم وبمسح بمسح يعني ما بغيرش ورقه. انا ايوه، ما هو ده بقى الابداع. وامسح واكمل. عملت لمحمد رمضان
فيديو ونزله عنده على نهاية الصورة في الأخرانية اللي هو بالنظارة اللي هو في يعني بدأته من هو وطفل طفل وخليته يكبر 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 لغاية ما هو عمل مافيا ولبس النظارة والكاب وحطيتها لوجو عنده على الانستجرام. الله. يعني ده التقدير اللي هو قدره لي. طب صورة يعني حركة زي دي تاخد من حضرتك قد إيه؟ تخيلي بقى كل صورة فاخد فيها ساعتين ولا حاجة يعني يعني على بال ما هو يعني بدأت من هو وطفل لغاية هو 20 ساعة اصل الفيديو عشان سريع ف يديك حق اللي هو يعني ده عملتها كده في لمح البصر زي دي. رسمت عادل امام وهو طفل. طب ده بالنسبه لشخص ده بالنسبه لشخص واحد بس انا شفت فيديو لحضرتك كذا شخص بيتغير. بصي هو دي بقى حاجه تانية ده ابداع تاني. ده حاجه تانية. انت وديتنا كده للمرحله الثانيه. خالص. هو انا كنت عملت عادل امام وانا هو صغير وقعد اكبره لغايه ما كبر قوي. وطبعا بدخل معاه الافلام بتاعته. يعني فيلم هو راكب على صفيح ساخن وهو لابس الطاقيه ومش عارف ايه الحريف بعد كده مثلا الزعيم رافع حواجبه وبيعمل مش برضو عارف ده إيه. في لوحه واحده بعد كده في الاخر هو قفلتها بالزعيم يعني هو تقريبا عملت له خمس ست مدرسه مشاغبين مش عارف مسرحيه كان كام حاجه كده كام صوره حوالي خمس ست صور اتغيرت لعادل امام في ورقه واحده دي برضو استغرقت قد ايه من الوقت بعتها لرامي ابنه وهو نزلها لا جميل. بعد كده قلت عايز اعمل حاجه قويه اعمل فيها ادخلها موسوعه جينز فقدمتها على دخلت موسوعه جينز وقدمتها بس لسه القبول او الرفض دي انا ما اعرفهاش انا كنت عايز ارسم حوالي 100 شخصيه على ورقه واحده 100 شخصيه كل شخص طبعا يعني مش نفس الشخص لا شخصيه كل شخصيه مختلفه يعني على ورقه واحده لا دي طبعا يعني هي ورقه عاديه مش ورقه طب انت قوية. عملتها في كم شخصيه دلوقتي انا وصلت لغايه 9 والمفروض كنت اكمل بس انا الموضوع الحافز نفسه خلاني اوقف شويه وبعد كده ممكن بعدين اكمل طب انت مش الشخصيه دي يعني هيبقى ممكن تاخد منك ايام ولا لازم تخلصها انت واقف لا ما ينفعش تفصل بقى انا بشغل الفيديو بتاعي وبدمج بعد كده الفيديو ده بشكل سريع يعني ممكن تاخد منك ايام لا هي الصوره بتاخدش اكتر من ساعتين ولا حاجه ساعتين ثلاثه اقصاها يعني ده كده بقى الرسام بيمتاز بالصبر الصبر جدا بالتاكيد دي بقى خدت والممارسه وقت أكتر يعني بيمتاز المفروض بحاجتين الممارسه والصبر يعني حتى كمان ليه الصبر انا دلوقتي بتغيري من شخصيتك صورتك لصوره مامتك او صوره بعد كده باباكي في نفس الورقه فاهمه ازاي بعد كده من صوره باباكي لصوره واحد تاني فانت يعني اللي انا عايز اقوله للناس اللي بيجوا لي الجاليري حتى بقول لهم مفيش حاجه اسمها مستحيل في الرسم يعني صورتك انت جيبها لي بتاعه والدك هخليها انت مش عايزها انت هخليها اختك ما تقوليش ان الصوره فيها مشكله او فيها غلطه او الحاجه دي تجاعيد فما بقتش هو فالموضوع سهل حتى كمان في الصوره اللي هي تحويل الشخصيات دي في بدايه بالجيتس وبعد كده مارك وبعد كده بعد مارك ممثلين اللي هو عالميين مثلا العالميين يعني ذا روك ومحمد منير وكنت لسه هرسم عادل امام وهرسم انت وريتنا برضه في الصور تامر حسني الصوره بتنطق يعني كانه هو قدامنا تامر حسني عملت له هو برضه صغير وهو كبير زي محمد رمضان كده جميع المراحل وبعتها له برضه على انا بعتها له برضه على فكره انا مش عايز احرق فيلم بتاع تامر حسني هو في فيلم انا بالنسبه لي يعني هيرسم بايديه الاثنين انا رسمت بايديا الاثنين في نفس اللحظة عملت اتنين صورة في نفس اللحظة لا بجد برسم والله دي انا قلتهاش ليكوا ايه انا عندي على القناة بتاعتي برسم بس انت مديتنا كان نفسي تدينا فيديو ليها لان ده بقى انت وديتنا الابداع حتة تانية خالص بقى يعني ده قمة الابداع انا عينيا كانت بتلف وانا مش عارف يعني برسم ست هو بس واحدة. ده شخص يعني انت بترسم بايديك الاثنين بس دي نفس صوره نفس الشخص هو ولا هو ستاند هنا وستاند هنا لا نفس الشخص ولا ده شخص وده شخص لا هو شخص واحد هو شخص واحد مش شخصيه دي انا بقى انا طماع خلاص بقى انا شايفه ابداع قدامي ما شاء الله لقيت واحده طلبت مني صوره لوالدتها اثنين الوان طب وليه ما ارسمش اثنين الوان في نفس الوقت
فهي جت لي الفكره بكده، حطيت الاستاند وبعد كده رحت رسم الاثنين في نفس اللحظه في نفس الوقت في نفس الفينش. يعني الاثنين يطلعوا زي نسخه واحده؟ نسخه واحده، كانهم يعني هما الاثنين كانهم مطبوعين. الطبع هما الاثنين، الطبع هما الاثنين. استغرقت الوقت، استغرق قد ايه؟ ممكن حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات، لان هما كانوا بياخدوا مني وقت في حركه الايد ونفس الحركه. يعني انا شايفه ايديا كده كده وبعد كده كده الحاجب بعد يعني كده كده. قلت لك الرسام بيمتاز بال عايز الصبر والهدوء، واكيد ده متوفر في البيت. انا عايزه احيي المدام على فكره، مدام تغريد، تحيه خاصه مني ليكي وكل الاستوديو بيحييكي بجد والله، اللي هي برده مهيئه لك الجو، مش عايزين ننسى ننسى برده تعبها معاك. اكيد طبعا، لازم طبعا. طب عايزه اعرف بقى الادوات المستخدمه في الرسم دي بتبقى ادوات مكلفه؟ يعني قبل ما اعرف هي ايه، هي اول حاجه هي مكلفه ولا هي خامات، انواع خامات بتبقى؟ بص، هو انواع خامات وكذا واحد ليه اسلوبه. بس انا ممكن للناس اللي هم لسه بيتعلموا، ده بودر، ده انا حاطط، مفيش اي يعني مكتبه او اي شركه، ده حاجه خاصه بحضرتك يعني. دي حاجه يعني ده يعتبر اختراع. ده بيجي له مخصوص من كل الاماكن، حتى الشركات بتحاول انها تطلب من المنتج ده، انا برفض. طب ليه؟ يعني هو بيبقى اللي عايز باودر بديله الباودر، دي تكلفتها بسيطه. بس على فكره لو يعني عملت توزيع ليه هتبقى حلوه جدا. في ناس عايزه 10، في ناس بيتعلموا. دي يعتبر يعني دي الخلطه السحريه بتاعت حضرتك، او السحريه والسريه. هي ميزتها ايه؟ ميزتها ان هي بتدي عمق جامد في الغوامق. مسكت الاستيكه مسحت، تقدري تمسحيها بس ما تقدريش تمسحيها بايديكي. بأدوات معينة. بأدوات معينة. فهي سهلة في التعامل. الطفل أنا يعني ممكن يمسكها كده مع حتة قطنة ويروح راسم بيها، بس ليها طريقة. فأنا الحاجات دي، الأدوات دي برضو بتساعد على عملية الرسم والفرش وال. طب سعرها في متناول ال. متناول الجميع يعني. هو غاوي بقى الرسم وكده. العبوة دي أنا عاملها مثلا 180. العبوة الصغيرة عاملها مثلا ب 80. طب الحجم ده يعمل كم صورة؟ 1000 صورة. ياه. كتير جدا. والله. حسب الاستخدام، ممكن 1000 صورة صغيرة أو. تبقى كده هي رخيصة جدا. 500 صورة. 500 صورة. لأن البودر اللي بيبقى ينزل منها ممكن يستخدم تاني، لو أنا عندي ستاند. وعندي بمعنى يعني هو لو مسح الصوره ونزل البودر، ما هو هو بيحطه في قطنه وبعد كده بيعمل ايه، لو ابتدى خلفيه البودر ده بينزل بيتاخد تاني وبيتحط في العلبه برضو. عندي منها برضو الوان منها. فاللي هي استخدامها بيبقى سلس بالنسبه للفنانين. يعني مشكله اي فنان دلوقتي بيجي يرسم، يجي يرسم بالفحم، باظت الصوره. ايه السبب؟ ان هو القلم جامد قوي على الورقه، تيجي تمسح ما تمسحش. ده يبقى ده مش للمبتدئين الفحم ده المفروض. لا هو مشكله، عايز حد محترف زي حضرتك. يعني معلومه لكل الناس. ان الفحم اللي انتوا بتستخدموه ده كل انواع الفحم، يعني مش يعتبر مش جودته وحشه جدا. يعني بيتجاب من الصين وبيبقى بيكحت في الورقه، ده اوحش حاجه. اهم حاجه ان تكون الورقه دي ناعمه، ملمسها ناعم. الورق برضو انواع. لا، هو اغلبيه الورق ده بيمشي على كل الورق، ده بيمشي على كل الورق. اهم حاجه لما اجي اعمل بالاستيكه يتمسح معايا، احط غوامق يتحط غوامق، اجي اسيح يسيح معايا، ده احسن. ناعم في الاستخدام. تحب معلش مقاطعه حضرتك عشان احنا وصلنا لنهايه الفقره. تحب توجه تقول حاجه لاولياء الامور، بحيث اللي هم زي ما برضو يعني والدك ووالدتك شجعوك، بحيث اللي هم يشجعوا اولادهم على الرسم، ما ينزعجوش ان دي حاجه، يعني ده بالعكس دي حاجه هتضيف من احساسهم ومشاعرهم. تحب توجه لهم ايه؟ انا بوجه لهم ان كل طفل عندك ممكن يبقى عبقري، ممكن يبقى عالم. ما تستقلوش بالطفل بتاعك اللي هو بيقول انا عايز ارسم يا بابا او عايز ارسم يا ماما، ده عنده موهبه. عايز اقول معلومه صغيره لكل الناس، ان في واحد صمم معلقه وشوكه فبعتها بره، الناس اللي بره عجبتهم الفكره، حطوا له نسبه 5% من او 1% كمان، بقى مليونير.
علشان بس تصمم شوكة وسكينة. أشكر حضرتك، أشكرك جدا على بجد أمتعتنا باللوحات والفن الراقي اللي احنا شفناه والإبداع. الله أكبر عليك، يعني ربنا يحفظك إن شاء الله ويزيدك ويوفقك بإذن الله. أحب أشكر زمايلي كلهم، وأحب أهنئ مصر كلها والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رجب بإذن الله يوم الجمعة القادم. طبعا ما تنسوش الدعاء طول ما هل علينا شهر رجب، هنقول اللهم بلغنا رمضان بإذن الله. وأحب أشكر جدا الخبر اللي سمعته أول ما صحيت النهاردة الصبح، أحب أشكر مجلة المحور الكويتية المصرية بمنحي رئيس قسم الأسرة والطفل في المجلة، وأحب أشكر الأستاذ أحمد عبد الكريم، أشكره شكرا جزيلا، ويا رب أكون عند حسن ظنكم جميعا بإذن الله يا رب. دمتم في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.